طبعا نجم الماتش الاول اليو ديانج كان عامل ماتش هايل، كان واخد نص الملعب لوحده ورايح جاي وصنع الجون الثاني تقريبا او الثالث، كان عامل ماتش كويس جدا. كان حسين الشحات طبعا جاب جون عالمي، الي بادجي ومحمد الشناوي واحمد فتحي، دول كانوا نجوم المباراه. او ده برضو ما بيقللش من جهد اللعيبه اللي لعبت الماتش، سواء لعبوا 90 دقيقه واللي نزلوا تغييرات، بس برضو دول كانوا الناس اللي ظهر قوي في الماتش. الي بادجي ما كان من الناس الكويسين، واحمد فتحي طبعا هم دول كانوا اكتر ناس ظاهرين، يعني الباقي اللعيبه كلهم كانوا بيلعبوا كويس، وطبعا ده باين من التمرينات اللي هم اتمرنوها في الاخر. مروان محسن الصراحه اللاعب المفضل ليا، والجمهور اخواتي برضه انا بحبه الصراحه. حسين الشحات حب ان هو يضيع الفرصه، يعمل الفرصه اللي ضيعها الماتش اللي فات. تمام. تاني واحد برضه مروان محسن ما سابش الكره تضيع حتى بعد ما رفع الحكم رفع الرايه. تمام. وفي برضه الشناوي عمل شغل عالي الحمد لله، يعني الحمد لله طلع الكره، هو يعتبر الاساس في الجون الثاني. اليو ديانج وحسين الشحات مباراه العوده شايف وليد سليمان، حسين الشحات طبعا، مجدي قفشه النجم الاول والاوحد طبعا، اليو ديانج نجم الماتش بلا منازع، يعني الدبابه بتاعت الاهلي الجديده ان شاء الله. الاهلي كله نجوم بصراحه، احمد فتحي، حسين الشحات، مروان محسن، صراحة كلهم كانوا نجوم بصراحة. الماتش جميل جدا، وكمان يعني الأداء كله كان رجولي، حتى يعني عمل لقطة كويسة حسين الشحات امبارح، كان ما شاء الله نجم المباراة. أنا شايف اليو ديانج كان نجم المباراة، وبرضه حسين الشحات بالجون اللي جابه ده.